لأول مرة في المملكة تفتح الهيئة السعودية للسياحة المجال وتدعو شركات القطاع الخاص العالمية المتخصصة لإطلاق رحلات بحرية عبر سفن الكروز الفاخرة الكبيرة تجوب مياه وجزر البحر الأحمر الساحرة ضمن موسم صيف السعودية تنفس، أطلقته الهيئة في 25 من شهر يونيو الماضي وحتى 30 من شهر سبتمبر المقبل، ليشمل 10 وجهات سياحية في مختلف مناطق المملكة. هذه الخطوة غير مسبوقة وتأتي لا شك في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لتقديم تجارب سياحية استثنائية لإبراز ما يحظى به البحر الأحمر من كنوز سياحية ساحرة، وإتاحة الفرصة كذلك للسياح في الاستمتاع بهذه الجزر وبالمناظر الخلابة على امتداد سواحله. هذه الكروز، هذه الرحلات راح توفر عدد من الخيارات والباقات المختلفة. الهيئة قدمت دعوة لأشهر شركات السفن السياحية في العالم لتسيير السفن الفاخرة في سواحل البحر الأحمر في المملكة بمسارات مختلفة ومحطات توقف في ينبع، جدة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، نيوم، مع تقديم أرقى الخدمات للسياح. كيف؟ الناس تسأل الآن تقول كيف أنا ممكن أركب إلى هذه السفينة، سفينة الكروز البحرية، وأتجول فيها 3 أيام أو 4 أيام؟ ممكن أسئلة تتبادر إلى ذهنك، يعني معقول أنا أجلس في سفينة الكروز 4 أيام؟ طيب الأكل، الشرب، القهوة، الشاهي، سناك، الملابس، الغسيل، كيف أستمتع؟ كيف أقضي وقتي داخل هذه السفينة؟ هي أول مرة في المملكة وأنا ودي أستخدم، ودي أجرب هذه الرحلة، بس علموني، اشرحوا لي. لا تقلق، الأستاذ حسام بن حماد الشماسي هو مستشار رحلات الكروز راح يوضح ويشرح ويفصل أيضا في هذه الرحلات البحرية. صباح الخير أستاذ حسام. صباح النور أستاذ طلال، حياك الله، وصبح عليك وصبح على السادة المستمعين في إذاعة الرياض. أهلا وسهلا أستاذ حسام، يعني الحديث معكم حول تجربة الكروز، السفن البحرية في المملكة العربية السعودية، وأنت مستشار رحلات الكروز ولك تجارب عديدة في أوروبا وفي مختلف مناطق العالم، لكن هذه المرة المملكة تشهد نقلة نوعية في النشاط السياحي، انطلاق موسم السعودية، وأنت متخصص يعني في مجال السياحة وفي رحلات الكروز تحديدا، كيف ترى هذه الخطوة، خطوة قدوم الكروز في المملكة؟ نعم استاذي، اطلاق رحلات الكروز لاول مره بالمملكه صراحه يؤكد ان الهيئه السعوديه للسياحه تعمل على استثمار كافه مقومات المملكه السياحيه وتسويقها في اجمل صوره وعلى اكمل وجه. بصراحه من هذا المنبر احب نقدم تحيه للهيئه على ما حدثته من نشاط سياحي ملحوظ خلال فتره وجيزه، من خلال يعني بدايتها اطلقت الهيئه خلال شهر تقريبا من نشاط الروح السعوديه الذي يمثل الهوية الرسمية لترويج وتنشيط السياحة في المملكة في إطار موسم صيف السعودية تنفس، الذي يعني جهد زخم كبير في 10 من الوجهات. والآن تعلن دعوتها لأشهر شركات سفن الكروز السياحية والإبحار في البحر الأحمر لأول مرة في المملكة، وهذا خبر جدا 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 يعني من زمان الناس تنتظر هذا الخبر. ممتاز. طيب خلينا مثلا نتحدث مع المستمع الكريم الآن، ممكن في السيارة ويسمعنا الآن أو في البيت، يقول الحين هذه الكروز كيف طريقتها، سفينة على البحر وأنا أجلس فيها 3 أيام 4 أيام، كيف طريقة الرحلة، كيف راح تكون الرحلة هذه، كيف أستمتع فيها؟ الكروز بشكل عام يعتبر من المنتجعات العائمة المتنقلة، صراحة تمتاز سفن الكروز الفخامة والرفاهية وإعطاء يعني فكرة للسائح، يعني شيء ممتاز جدا وطابع للاستجمام للسائح، وهو يعني يعد السفر بالكروز وسيلة سفر ترفيهية، يعني وانت في فندقك عائم تتنقل من مكان لمكان. يا سلام. من وجهة لوجهة بدون أي عناء ولا أي تعب. يا سلام. في مكان وتصحى في مكان آخر، وهذه حدثت العام لأول مرة في المملكة العربية السعودية،
بصراحة ضمن رؤية الهيئة السياحة وعملها على إكمال منظومة الخدمات السياحية بالمملكة. ونتوقع أن يكون لرحلات الكروز بصراحة شأن كبير جدا جدا في السياحة في السياح الداخل حاليا في هذه الفترة، وفي المستقبل إن شاء الله للسياح الخارج. البحر الأحمر يمتلك مقومات جدا جدا تستاهل الواحد يكتشفها. هذه الكروز أستاذ حسام يعني فيها مميزات مختلفة عن بقية الرحلات الأخرى؟ نعم أستاذ، الكروز في كثير من المميزات، يعني أنت في مكان واحد زي ما قلنا كل الخدمات متاحة لك، من الأكل، من الشرب، من جميع الفعاليات، من الأنشطة، من النوادي الصحية، يعني ما بتحتاج أي شيء. الإنسان الرياضيين يقدر يمارس الرياضة داخل الكروز، الناس اللي تحب الاستجمام تقدر تستمتع داخل الكروز، الناس اللي حابة تحضر المسارح، الشو، العروض موجود داخل سفن الكروز. يا فندق أو سلام، منتجع كبير عائم. يعني بإمكان الآن السائح في رحلة الكروز يقضي وقته ما بين المسبح، يقضي وقته ما بين المطاعم، الكافيهات، المسارح، العروض، صالة السينما إن وجدت. نعم، صالات سينما، إيه في فعاليات، في عروض، فعاليات ثقافية، يقدمون برامج ثقافية للكبار والصغار، مناسب جدا. سياحة الكروز مناسبة لجميع الأعمار. يعني يشعر بالترفيه طول الوقت، ما يشعر بملل أبد وهو على البحر. أبدا، إيه ترفيه وبدون عناء تعب. يعني أنت تتنقل من مكان لمكان ما تقفل الشنطة تبعك. تتوقع أنه راح تكون هذه التجربة تحظى بنجاح؟ هي أول المرة الأولى راح تكون في المملكة، لكن راح يعقبها إن شاء الله رحلات أخرى. ان شاء الله باذن الله راح يعقبها جدا جدا رحلات كثير. السياحه من اهم مصادر تنميه الاقتصاد في العالم، وهناك دول تعتمد على السياحه في دخلها العام، حيث تدر لها السياحه عشرات المليارات سنويا. السياحه الداخليه تمثل اكثر من 70 من حجم السياحه لاكثر من بلدان العالم، وقطاع السياحه من القطاعات الحيويه في الاسهام وتنميه النسيج المحلي وتوليد وظائف وخلق فرص كثيرة للمملكة العربية السعودية. صحيح يعني، وأيضا توفر فرص عمل للشباب في هذا المجال. نعم، وتهدف رؤية 2030 أي إلى نعم، خلق مليون فرصة عمل جديدة في هذا القطاع، بالإضافة إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي من 3% حاليا إلى 10% إن شاء الله. إن شاء الله. خط السير لهذه الرحلة راح تبدأ من مدينة مكة عبد الله الاقتصادية. نعم صحيح، إن شاء الله راح تبدأ من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مرورا بالرأس الأبيض، ثم يوم في البحر والعودة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. هذا في مسار ال3 ليالي، ايه أما مسار ال4 ليالي راح يكون مدينة الملك، ثم الرأس الأبيض، ثم مدينة نيوم، مدينة المستقبل إن شاء الله، ثم العودة إلى مدينة الملك عبد الله. يوجد هناك مسارين من المسارات، ايه ال3 ليالي وال4 ليالي. وكل مدينة وكل يعني منطقة تقف عندها هذه نعم السفينة، وبإمكان السياح أيضا ينزلون نعم كل يتجولون. منطقة تتوقف فيها السفينة راح إيه يكون لك إنك تنزل في، راح يكون موجود الكثير من الفعاليات والأنشطة البحرية والكثير من الخيارات في هذه التوقفات. وزيارات مثلا في مدينة نيوم راح يكون في زيارات لأماكن أثرية مثل طيب اسم، مثل عيون موسى، في جولات بالهليكوبتر، فيوجد كثير كثير من الفعاليات. ايضا انت استاذ يعني حسام، انت خبرة كبيرة وواسعة في مجال الكروز، ابرز الشركات التي سوف ايضا تحظى بفرصة المشاركة في المملكة. الحمد لله الحمد اي لله، هذه خطوة جدا جدا سعيد لها، يعني من زمان حاب الناس مع هذا الخبر. وصلت الآن لنا أكبر يعني من الشركات اللي تعد من أكبر الشركات اللي تقدم سياحة الكروز الفخمة، وإن شاء الله مستقبلا راح يعني تأتي كثير من الشركات مثل رويال كاريبيان، ام سي كروز، سيلبريتي كروز، كثير من الشركات. والآن في هذه الفترة في سياحة الكروز يوجد تنافس جدا جدا بين الشركات، فبإذن الله إن شاء الله الأخبار سعيدة لنا في المستقبل بإذن الله. البحر الأحمر يمتلك كثير من المقومات. ممتاز.
وبإذن الله ونحن أيضا يعني شغوفين بهذه التجربة في مملكتنا الحبيبة وعلى مياه وجزر البحر الأحمر الساحرة. سفن الكروز هنا في المملكة لأول مرة في التاريخ، وأنت يعني مستشار لهذه الرحلات، رحلات الكروز، ونرجو أن تكون هذه التجربة ناجحة ومفيدة، وتعقبها أيضا رحلات أخرى جديدة على شواطئنا، بالإضافة إلى انضمام عدد كبير من الشركات الأمريكية الكبرى. إن شاء الله بإذن الله شكرا. راح يكون هناك أي بإذن الله. تفضل. شكرا لك أستاذ. الله يحفظ. شكرا شكرا. للأستاذ حسام بن حماد الشماسي، مستشار رحلات الكروز، متحدثا حول النقلة النوعية في النشاط السياحي هذه الأيام، انطلاق رحلات كروز.